بداية أخبار الكرة الطايرة مع الجهاز الفني الفريق الأول للكرة الطايرة بنادي الزمالك بقيادة كابتن شريف الشمرلي اللي بيتابع البرنامج البدني الخاص اللي عمله الجهاز للاعبين خلال طبعا فترة الأجازة اللي شغالة دلوقتي. الجهاز الفني بيعمل اجتماعات مع اللعيبة سواء في صالة النادي أو من خلال التواصل في التليفون علشان متابعة طبعا تنفيذ البرنامج، الاطمئنان على تنفيذ التعليمات علشان كل لعيب يحافظ على مستواه البدني، كمان الأوزان ما تزيدش، كل الكلام ده، وده طبعا قبل العودة للتدريبات استعدادا للموسم الجديد. ده طبعا بالنسبة للاعبين اللي ما راحوش المنتخب، زي ما عارفين ان منتخب مصر بيضم 12 لاعب من الزمالك خلال المعسكر الحالي، وده استعدادا لدورة ألعاب البحر المتوسط.